وساءت أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. وساءت أيامي مرحبا جن عليك عليك ان شاء الله مش عليك حسوب عليك تقول لي توعك عاد دخلت وعمري عرفتك ولا تعرفت عليك ماما كان عندنا يا ونستك ولا سبق لي درت معك قهوه شوف عليك تسمع لي بالخلاف السلام تبع دخلت فلاتي ما تبديش العيب في الاول ما ديرش العيب انا ما كنعرفكش بحالي انا كاع ما كنعرفكش اخويا شي بحالي هادي شي بحالي غادي نتهلاو فيك لا ما بغيتش ماكش باغي نتهلاو فيك ما نكرموك ما والو كاع علاش ما نبديوهاش ظريفين زوينين اش بغيتي هادي بنتي هادي بنتي قولي امها ايوا هداي عليا مادام انها بنتك انا ما غادي ندير معك حتى حاجه ديال العيب صافي تيقي فيا شويه ديال يا سي طفي شنو هو اللي نطفي؟ طفي ما تبغيش الضو؟ لا مشكلة هذه نتعاونوا مزيان وبالادب اجي هنا يا حدا شوفي الحاجة شو كبيرة ياكي فيك الضيقة لازماتيك جن فيه الضيقة اجي هنا اجي هنا اجي هنا اجي هنا بنتي اجي الحاجة ما تخافيش تقي فيا بصح ما ندير لك والو الا تقتي فيا وسمعتي الهضرة هي بنت بحال بنتك هي بنتي صافي وخلينا نبداو على بركة الله بلا ما تزيد تعاود قولي الهضرة غير مرة واحدة كي سميتك عائشة نزلت دوري كرسيك ما تهبطيش عينك على عيني خليك معايا مربية حضري معايا ها ماما هي تهضر انت يا ماما هي تخليها هي تهضر حضري انت هي ولا هي وحدة فيكم شنو المشكل انا نخدموا معكم قاضي هذا النهار ما نلقيوكمش قولي لي شنو المشكل اللي عندك معاه شي كنت تيقي فيا بدل هاد الزقاره كتزقي غتكوني مزيانه شي هاد الميكرو ما يشعلش وهاد العصا ما نهزهاش في يدي ماشي بوحدي ماشي وهاد الشيء ما تقوليش وانت تزقي بلاتي لا تعليك انت اسمو انت دوكا شحال معام دابا وانت فيها شحال كان عندها معام باش تدخل صغيره شحال معام دابا كانت عندها بدات تدخل ملي كانت صغيره خلاتها وانا دخلتها كيفاش خلاتها انت كيفاش زعما خلاتها وانا عجبتني ودخلتها مانيش فاهم كان اللي يعطيك مصيبه مانيش فاهم كاش فين خلاتها سافرت وخلاتها خلاتها في الدار وا وحشتها اوف ما كنحملهاش شكون هي اللي ما كتحملها جدا كتضغط قري حول الله واش بدك ما تقدرش تقولي كلمه مسكده واش فاهمك واش كتقول انا كنهضر انت هي امها دابا انت كتشوفي روحك بلي انت امها كي سميتك خديجه سميتك جنيه خديجه ما شاء الله واخ شكون كاين معاك في هذا الجسم هذا وانت سمعي ورا ركزي معايا قبل ما تكذبي عليا الا بغينا نقولوا انك انت كتشوفي انا عرفتك انا كنتفرج فيك إلا بغيتي تكذبي عليا وزني راسك غنشمك نستنشق الكذوب صافي دابا إلا قلنا أنك أنت سكنتيها ملي كانت صغيرة يعني أي واحد غادي يكون جا دركا إلا في قريش أنا الكبيرة أنا مزيان أنا مزيان إيوا زيدي واش راكي باغية نديرو واش تخليني نمشي في حالي خليك تمشي في حالك إن شاء الله ولكن هي علاش جات لعندي هنا ماشي يا بنتي كتبغيك هي كتقول لك ماما اللي كتطلعي انت فيها لا واش قدمتي لها انت واش درتي والو
يعني مكرفص عليها المحرات شي مال كتكرفص على ولادها انا بغيها وكان شافت فيك الخير كون كاع ما جات لعندي انا بغيت لك الخير ولكن عاونيني باش نعاون الله يرحمك ودابا راكي تحطيتي امام الامر الواقع يعني راكي غادي تكرفصي تكرفصي غدوزي لويلك حلوه طويل ولكن الا تعاونتي معايا غادي نتعاون معاك ولبيك الى العصا لبيك لا 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 غير قول اش بغيتي قول لي كلشي قول اش انا دخلت بالعين وكانت خوه بالعين غادي نكرم هاد لا 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 غادي كل كلشي فين قدام الناس قدام الناس انت اللي ضربتيها لا شكون لا 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 ماشي سما انت تدخل سخون وتضرب الناس بالاستقبال ضرب قدر عباد الله كلشي ضربته انت انت يا ولا انت حكي لي واحد كان هضر معاها تقول لها بعدي مني ما كتبغيش وانا ما كنحبش اللي قزني ما كنحملش اللي يخزني غادي نهضر غنقول كلشي قلت لك انا راني دخلت بعيد لا 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 صافي صافي غادي نقول غنقول خرجي قاصحه لا 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 حاجه خرجي برا لا 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 هذاك 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 راه كذاب هذاك كذاب طالع فيها هذاك كذاب شكون انت هذاك كذاب شوف غتقول لي هذاك داخل قبل ما تزوج ديما كنقولها ليه في الدار هاد المراه هادي ما كيتيخونيش دابا هي وما بزوج مرات لا كلشي كلشي دار كامله صغير الكبير كلشي باش تخرجوا كاملين اي شوف الحسد والعين ما كيعاملوهمش الناس كانوا لاباس عليهم ورجعوا زيرو رجعوا والو هادشي بالعين بالعين والحسد كاينش السحر دابا حاسدينهم ناس كاين كاين السحر كاين وهي عندها السحر دارتو ليها وحده ما يديهاش هذاك المسخ ديما لصقها ما تضربنيش انا كنقول لك كلشي تحركش بزاف هضر انت جالس انا كنهضر كنقول لك كلشي وما كلشي مراد انتي شكون هادي بنتي واش الا كانت هي بنتك راه ما لبسه والو ما تضربنيش الا كانت هي الا كانت هي لا 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 العصار يا لا جاوبيني الا كانت هي بنتك انا عرفت ولكن انا بالسيف عليا كندير كلشي كيحاكموا فيا كيحاكموا فيا كبيرة هنا هنا كبيرة ماشي هنا كاين شي واحد هنا بغير كنتي كاين شي جن غمض عينك هاي غمض عينك غمض عينك حاج يعني دابا العائلة كاملة مريضة شكون انت؟ شوف هذاك عاشق 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 داخلها قبل الزواج وا قبل ما تزوج وا قبل ما تزوج ما كيحملوهاش ديما كنقولها ليهم زيد هادشي اللي عندي دابا نتوما كلكم في هاد العائلة حتى خوتها مريض كلشي مريض راجلها مريض كلشي هذاك ما عمرو ما تفرها والو دابا كيخدم شوية ويجلس بعدكم مزيان يعني هادشي غير عين شكون اللي كيحكم في هاد الجنون كامل اللي كاين في هاد الأجسام تاع هاد العائلة هاديك نجاوب عليها ما اجي طلعي له رجليه طلعي لها رجليها لا 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 سالا شكون اللي كيحكم فيكم كاملين رجلي لا سير سير عند هذاك عمرو طلع هذا هذاك 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 هذا 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 المسخ هذا 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 والله على رجليك وقولي لي لبيك ما غاديش نضرب بشرط تعرف شنو هو الشرط سؤال جواب صافي نجاوبك وسؤالي الاول وقبل كل شيء دابا انا جات عندي بنت مريضه وجات امها غير جايه معاها صدقت بلا ما نرقي وبلا والو طلعتو بزوج امها طلع فيها الجني وانت طلعتي راكي تسمعيني معليش وانت طلعتي قلتي لي انك انت امها دابا صدقت الانسيه هي امها بزوج تصرعوا وانت قلتي مدام خديجه خديجه ياك عيش انا خديجه خدوش
جيني يا خدوش. قلت لي يا خدوش ان العائله كامله مريضه. قلت لك باش؟ قلت لي بالعين والحسن حاسدينهم على الرزق على البال على الصحه على اي حاجه، يعني عندهم عين قويه غادي نقولوا ان هاد العين قويه بزاف. قلت لي انت من ضمن الكلام ديالك باش تعرفي بلي ما نسيتش، ما نساوش شكلتي وما نساوش الحوار اللي دار بيني وبين جيني. قلت لي انك انت الكبيره في هذا الجسم، ما عندنا حتى مشكل، انت الكبيره. دابا كيطلع هذا بغيتي توجهي اصابع الاتهام ليه وتقولي انه عاشق دخل قبل الزواج، ما عندنا حتى مشكل. شويه قلت لي اننا دخلنا بسحر، كاين سحر. شويه قلت لي انه كاين شي واحد كيحكم فيكم كاملين، حيت دركا ماشي هي امها اللي مصابين، هي وامها وباها وخوتها، يعني العائله كامله مزعزعه، العائله كامله مريضه. سؤال، إلا كنت كلكم نتوما خدام ساكنين العائلة، لا يمكن لقطيع أن يمشي بدون راعي. الكلاب في كاع الشوارع، أنت لازم تلقاو الشوارع كتلقى عندهم كلب كبير هو اللي كيوجههم وكيتبعوه. قطيع الغنم كيكون فيه واحد كيوجههم أو نعجة كتوجههم أو كبش كيوجههم، أو يعني لابد لكل جماعة أو قطيع أو مجموعة بصفة عامة من آمر وحاكم يحكم فيهم. دابا نتوما كلكم شكون اللي كيحكم فيكم؟ شكون اللي كيحكم فيكم؟ شد راسي بسم الله. لا 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 بسم الله. شكون اللي كيحكم فيكم؟ لا 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 شكون؟ شكون؟ تفضل مزيان. شكون اللي كيحكم؟ رجليك 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 شكون اللي كيحكم؟ شكون اللي كتشاوب الامر ديالو؟ شكون اللي كيحكم فيكم كلكم؟ مساعدة شكون؟ خدوش حجة خدوش حجة خديجة وا خديجة خليك معانا خليك معانا تعاونوا خدوش لمسات خفيفة وتنظم لا مكان غمض عليك خليك غمض مش خدوش وا خديجة وا اللي كتقولي هذه بنت وا اما وا ما هو كيحكم فيكم كاين هذا اللي كيحكم فيكم فيكم هنا في الاجسام كلهم فين كاين؟ قولي لا بغيت ما نزيدش خديجة وماها خديجة وماماها ماما خديجة وصفي فين ماما خديجة صفي 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 فين كاين؟ أوه أوه ماما خديجة ماما خديجة صفي وبلاتي وقولي لي ماما خديجة وبلاتي وامها وامها خديجة أي أي وصفي كاين كيحكم فين كاين؟ صفي 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 أنا هذا نرحموك أسيدي ارحموا من في الأرض صفي ارحموكم يا كتاب سلام صافي صافي بقاي قابض فين كاين هذا اللي كيحكي فيك؟ موتش تهضري واخا يخدعني موتي واخا يخدعني فين كاين؟ بلاتي بلاتي غير نعاودك غير نتفاهمو غنتفاهمو ما تفهموش قولي لي شكون هو فين كاين؟ صافي 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 شكون هو فين كاين؟ خديجة حجة خديجة ومبقيتش ماما خديجة ماشي أنا بلاتي خديجة واه خديجة ما تخافيش واه خليني غير نهضر معاك بغيتك تجاوبيني السؤال هذا وهضري وعبري اللي بغيتي وكتب خلاص خف على السؤال هذا هو السؤال الوحيد اللي بغيت نعرفو شكون اللي كيحكم فيك ترى اللي كتمشى وتحكم ديالو ترى اللي لا قال لكم طلعت في الراس في من راس الراس من راس في كاين او راكين عائلة كاملة زعما خديجة وا خديجة وا خديجة وا خديجة وا خديجة راه ما كاينش
خديجة والله إلا شوم عليك خبرتوني والله رجيت خديجة خديجة والله إلا هذه بنتي خديجة هذه بنتي وكوالو صافي بارك عليا تعاوني خديجة بارك عليا شفتك بلا الكرامة باقي حنا معاك هنا باقيين انا زربان باقي انا معاك زروب خديجة وصافي باقي لها رجليت لاصقة صافي كتسمعينا خديجة كتسمعك فين كاين اللي كيحكم فيكم انا جسم فين كاين قبضي قبضي فين كاين ما بغيتش نعيا شوف شي حاجة أخرى هذا هو السؤال آي من جسم فين كاين اللي كيحكم فيكم وشكون هو هذا اللي كيحكم فيكم دي انا ديالو باش دخل علاش جا ماسوني شوفني مزيان فين كاين الراس الراس ديال هادي مزيان وهذا الماسوني هذا اسمه ثعبان طيار ثعبان كيحكم في كل شيء هنايا هادشي سبق لك قلتي لشي واحد لا ما كيهضر مع اي حد لا زعما اش ما عطاوكش الحاجه ما كيبغيوش انا كنديرو ليه احتقار زعما احتقروهم الناس فيلا صغار ما يتفروهاش فهمتيها انتيا انتيا اسمح لك هضرتي مع شي راقي انا ديما كنهضر وقلتي هاد الشيء من قبل لا علاش ما قلتيش علاش ما قلتيش من قبل ما كيسمعوش ليا علاش ما يسمعوش اسمح لك قلتي هاد الشيء لشي راقي لا انا العائله كامله مريضه تفلينا عليهم بحال اش تفليتو عليهم بحال زعما تفليتو عليهم بحال زعما تفليتو عليهم قلنا لهم جينا من واحد المصروف ما فهمتش جينا بشي بلاصه ما فهمتش فاهم فهم فهم جينا نقلبوا على الكنوز بغيتو تلصقوا التهمه في الكنوز اي هو تبعنا هو تبعنا واش انا قلت لي تبعني هو هذا اللي تبعكم هذاك هي اول واحد اول واحد راقي مزيان واخا دابا كي باغا نتعاونو خدو تعاونو باش تكوني مليحه في حياتك صافي ما تبقاش تضربني ولكن لو كان ساعدتيني في الاول شي ضربه عبطله في الاستقبال والداخله هنايا تحيحي وانا هكا كدايره انا كندافع على بنتي بنتك هادشي كامل هذا تسمى بنتك نتعاونو خدو صافي صافي نتعاونو شنو النوع ديال المعاونه اللي نقدروا نتعاونو قولي لي انتيا زعما خدوش ما تبقاش تضربني ها الاولى ما نضربكش نوضي عليك جيبي كرسي كرسي رزات لي عظامي عاودي كلسي لا 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 عاودي ترفعي صوتك طلعي لها جليها ممنوع تهزي صوتك احترام انا كبيره في العمر احترام انا خدتوني بالعجمه ودابا عصا احترام صافي احترام احترام الادب اسمو الادب هو هذا هذاك هو كي تجلسي واش خصك دير طبع يديك وكنسولك جاوبيني نجاوب وممنوع تهزي صوتك ما نهزوش ممنوع كي تكوني تهزت هضر ترفع الصوت تاعك نوض نوضي اجي جلسي عاود تغلط تقول شي حاجه تاكل العصا اومو اف اومو اف شوف راه هي ما كتعاملش معايا مزيان من نهار جيتي شوف ما ضربنيش انا كنقول لك شي اللي كاين من النار طلعت وانا تنقول ايه داك شي اللي كاين خلينا شحال هلدك وقلتي مأدبه انا كنسولك جاوبيني جاوب انا ما كنعرف ولا كبير ولا صغير كلشي كياكل العصا شتي عندك هنا باذن الله وباذن ربي سبحانه وتعالى هنا الكبير ياكل العصا الجن الكبير ياكل العصا والجن الصغير ياكل العصا وجن الملك ياكل العصا كاع كلشي ياكل العصا كان يجي ابليس ويطلع في شي جسد نقبضوا له قتله ديال العصا اوف هذا هو اللي خرج ادم من الجنه نعطيه العصا بغينا نتعاونوا خدوش
الا كنتي انت هي الكبيره وانت اللي سكنتي الاولى يعني راك عارفه كلشي اخدوز ياك اخدوز عارفه كلشي ماشي كلشي ما نقدرش نقول كلشي غير قولي قولي ولا نقول اقرا اقرا شي حاجه اقرا ما بغيتش نقرا اوف زوينه هاد القرا اقرا شي حاجه هادشي قلتيه من قبل هادشي كامل اللي قلتيه علاش ما قلتيهش من قبل شنو السبب اللي خلاك ما تقوليهش من قبل بصراحه واش ضمني ان داكشي اللي قلتيه من قبل صح وهذا كذوب واش ضمني انك انت دابا راكي تكذبي عليا يعني واش خصني ندير خصني نعطيك لا صافي بقاش بنادم كيدوخ كيبقى يقول لي كاين واللي ما كاينش بحال شارب الخمر كيقول كاع داكشي اللي في قلبه كيبقى يدسوالو كيدير بيلا كيبقى يفضفض والعصا كذلك العصا ملي كتقبض الجينه تعطيه قتله الهيه ديال العصا كيبقى يقول لي كاين واللي ما كاينش انت دير اللي كاين وخلي اللي ما كاينش قيس على ذلك باش غتعرف اللي كاين من اللي ما كاينش انا بغيت نعاونك اخدوش كتسمعني اخدوش مالكي تجرعي مالكي شاربه كوكا مع الفطور ولا عيشي معايا اخدوش هاني كنهضر معاكم ما بغيتش تجاوبيني شتي كي تقولي لي نوض عطاني العصا محمد لا 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 خدوش نعم خدوش واش متاكده بلي العائله كامله مصابه كلشي 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 وخدوش هاد السيد اللي كيحكمكم هنايا هاد الجيني هذا اللي كاين في الراس علاش بالضبط اختار الجسم تاع هاد البنت مالكي تبكي ابالك مفعفع راك تضيع لي الوقت ما تبكيش علاش علاش انا مانيش عارفه بحال الزعما انا كنت قويه وضعفت بقيت تقرا عليا تعاونوا خدوش هاد الجني هذا اللي كيحكمكم كلكم تكذب اللي كان في الراس علاش اختار هاد الجني الراس نتاع هاد البنت علاش اختار الجسم ديال هاد البنت ضروري لا 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 ضروري ومؤكد مؤكد لا ضروري ضروري نشدك وانا نطيبك بالعصا ضروري نسمعوا لبيك اللهم لبيك صافي ضروري ضروري حقش حمارة حمارة قتلوني يا شكور الله عليك قتلوني ماشي سوقي خرجي هربي ففروا الى الله راح يطلع رديها بلاصتها دراك والله الا كيتمشاو بالعصا وحق مولانا لا كيتمشاو غير بالعصا والله ما تعطيهم العصا لا تسقدوا تخافيش ديري كوراج ديري كوراج اي قول لي اش بغيتي قلت لك قبيله اش بغيت حاجه وحده اللي بغيتها هاد الجني داخل بسحر علاش هاد الجني كيحكم هادو كاملين سحر باش متميز عليهم هو باش متميز باش متميز شنو هي الميزه اللي عنده باش متميز عليهم شدي مزيان باش متميز هاد الجني عليهم علاش هاد الجني اختار هاد الجسم هذا وسكن هنايا في هاد البلاصه خلي تحت شويه علاش علاش واخدوش خدوش
خدوش انت معايا خدوش. هذا الجني علاش بالضبط اختار هذا البلاصه هنا استقر هنايا؟ علاش بالضبط هذا الجسم وهذا الراس؟ علاش راك معانا كتسمعنا ملي كي كطلع كتخرج لسانك مالك ما شارب شي ما كتلهج؟ علاش كتلهج؟ كلب ياك ما انت كلب ولا كنت ساكن كلب من قبل وبقات فيك الطبيعه تخرج لسانك فهمتي الشوق؟ سمعني يا استاذي؟ واو استاذ نسيت تعبان معنا شدي مليح تعاونوا شويه نديروا معاك زوين تعاونوا كاملين توجه الوعد توفي العون تعاونوا شويه ما عرفتش علاش كتخرج لسانك ما تشرب عطشان واش هذا تبغوا تعاونوا ليش مقاد ليش مقاد لا بط صباعك لا تاكلي سولك الجواب كفا كفا بصح تجاوب تريد ما عادش تريد اريد ان اضربك جلس في كرسي هنا مقدب تبغى نسولك الجواب بحال ذاك تجلس في كرسي ونسولك الجواب بحال ذاك اي عمرك طلعت؟ بخلك طلعت؟ إذا ما تأدبت غادي نربطك ضربت لك يدك الله ما بغيت صباح لك طلعت صباح لك طلعت قلت لي ماذا تولي ثاني جاوب أنا كنسول أنا ملكة مردي ملكة 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 ولا مليك مليكة انت يا جنية نعم عطوها العصا تاعي عطوها العصا معليش باقا باقا على مالكة وش باقي يا مالكة بركة 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 ادبي معانا بركة ما كان لا مالكة ولا محزان صافي على فكرة رجع اللور رجع اللور ساعة غد تفوت تجري رجع اللور مالكة هذا ولي فنا خدوش ياك خدوش عجبك حال بنتك توصل لهذه الحالة؟ شكرا تنمي أن بنتك توصل لهذه الحالة؟ شكرا هذه طلعت دابا خدوش؟ شكرا هذه طلعت دابا خدوش؟ ها؟ شكرا هذه طلعت دابا مالكة؟ وقلتي مقدك سلاك مالكة انت يا نعم شحال معان دابا وانت فيها؟ نعم شحال معان دابا وانت فيها؟ أتيت من السحر صفتك سحار سحر شا قالك ديري؟ ادخلني علاش؟ يريد أن أجعلها ساحرة اللي كيحكم فيكم انتوما هنا كاملين؟ أنا ماشي قالت لي في الأول جيني يا أخي كيفاش بدي كتحكم حي كيحكم ماشي غدوك قالت لي هادشي خدوش راش هادي يجيك مليح فمي فوتو على الفران هادو عندي معاك لقاء غادي تكوني تفشلتي فيه وطبتي فيه وطبتي فيه سمعي نسولك اخر سؤال انت كتحكمي في هادو كاملين نعم وعلاش شنو الغايه من هادشي ساحره تدمير تدمير وهذا اللي في الام ديالك تحكمي فيه لا علاش لا
لا علاقة لي بهم. انت باش عندك علاقة؟ اسحل يا سايرة. خلي البنت تفيق. عمرك طلعتي؟ نعم. واش كنتي تقولي هاد الهضرة؟ لا. علاش؟ لا اريد ان اتكلم مع احد. وانت تكلمتي؟ كفى. انت تكلمتي انت كلبة ماشي جنية. انت وشا؟ ملكة. ملكة وساحرة. موضوع مهم. يكفي. موضوع زوين. يكفي. شرفتينا. لولا استفراغ السعي ما وصلنا إليك. موضوع مفيد. كفى. الحمد لله. كفى. اسمع. أنا نسمعك أسيدي. كفى يكفي. هاني كفيت واش نسمع؟ يكفي. هاني كفيت واش نسمع؟ شو الموضوع؟ شو ما هو الجديد؟ صافي. احنا درنا صافي واش ما هو الجديد؟ هل من جديدين يذكر؟ لا. لا؟ لا. إيوا أنا قلتي لي كفي هاني كفيت. علاش كفي؟ أنت تؤلمني. شوفي نهي خدام في الراهم. بابا انت واحد. اسلموا ثم هي اللي حفلت له اسمي رسمها. كش خلي البنت فيق. ما تبكيش، ما ركيش بوبويا، ديري كوراج. المغربيات كاع ما خصهمش يبكيو. ما شافيك. جيب داك الكرسي الزرق واجي هنا في الساعة. وقتو من ذهب. كي معايا؟ نسمعك. مش حال تجلسوا هنا؟ جيت نهار وثلاثة. مش حال باقيلكم؟ مزيان بإذن الله. نطلب الله عز وجل ما يرفضش أنك إن شاء الله قبل ما تكمل هذا 16 يوم ربي يرفع عليك البلاء يقينا إن شاء الله. يكون عندك يقين في الله. شوفي شتي ملي والله ماشي زعما كنزوق. لا شي مرات راه نطلب الله ما يخذلنيش. راه كيخبرني قلبي باللي الحاله اللي نتوفق فيها كيجي احساس انها سبحان الله غادي نتوفق فيها. نتمنى الله يوفقني في الحاله ديالك ويكون شفاء تام كامل كلي عاجلا غير اجل. صافي غادي نعطيك بروغرام تمشي عليه.